لماذا بعض المشايخ لا يحلقون شاربهم؟ لا أدري لماذا يحلقون شاربهم، أراهم مخطئين في هذا الصدد، أراهم مخطئين في هذا الصدد. ولعل بعضهم تأول حديث أو بنى على حديث شاذ، وهو الفطرة خمس منها حلق الشارب، وهي رواة شاذة عند النسائي، ورواة الأصح قص الشارب. هذا وقد قال الإمام مالك رحمه الله حالق الشارب يؤدب، ويروى عنه أنه قال حلقه مثلى. فليست المشايخ هي الحجة على الشريعة، بل الشريعة الحجة على الجميع.